تفضل سيدي، جزاكم الله خير. فاتحة إلى شرف سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب الكنز رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم سائر المسلمين أجمعين: وتنزح البئر بوقوع نجس، يعني لا ببعر، لا ببعرتي إبل وغنم، يعني البعر لأنه ما بيتفتت فما اعتبره. وهذا فصل الآبار، يعني في بعض كتب الحنفية بيفصلوا فيه كثير، بيقولوا ثبت على خلاف القياس، ولذلك لا ببعرتي إبل وغنم وخرء حمام وعصفور، هذا طاهر. الأولاني بيكون نجس، لكن لعدم تتفتته ما يجب نزح البئر به. وبول بعدين ذكر النجاسات: وبول ما يؤكل نجس، خلافا للإمام محمد الإمام مالك، يعني هون كل شيء يؤكل لحمه عندهم طاهر. وفي مبدأ اعتمده الإمام أبو حنيفة بأنه كل شيء اختلف فيه العلماء فنجاسته مخففة، وكل شيء ما اختلف فيه العلماء فنجاسته مغلظة، أو اختلفت فيه الرواية عفوا عند الإمام، وعند الصاحبين اختلف فيه العلماء، فلذلك هون لعله يعتبر نجاسة مخففة، أو ما بعرف إذا فيه رواية. لا ما لم يكن حدثا ولا يشرب أصلا، هلأ بقى نزح البئر، وعشرون دلو وسط بموت نحو فأرة، يعني بالجسة تنزح، وأربعون بنحو حمامة، وكله يعني كل البئر بنحو شاة وابن آدم طبعا مثله، وانتفاخ حيوان أو تفسخه كمان تنزح البئر كلها، ومئتان لو لم يمكن نزحها. هون اعتمد أنه في رواية 300، هون اعتمد أنه 200 دلو من نوع الدلاء التي بتكون بتلك البئر تنزح 200 إذا لم يمكن نزحها، لا في منها بيكون معينة. ونجسها منذ 3 فأرة منتفخة جهل وقت وقوعها والأمد يوم وليلة، يعني هون إذا كانت 3 فأرات بيعتبروها نجس الماء كله، ويعتبر يوم وليلة من وقت وجود هذه الفأرة. والعرق منذ 3 أيام فأرة منتفخة، منذ 3 ونجسه منذ 3، أنا أخطأت، يعني هي تعتبر نجاسة الماء من 3 أيام، وإذا جهل وقت وقوعها والأمد يوم وليلة يعتبر. نعم. بعدين ذكر على النجاسات: والعرق كالسؤر، يعني بيجي معنا أحكام السؤر باختصار، في سؤر طاهر مطهر، في سؤر طاهر مطهر مكروه، في سؤر نجس، وفي سؤر تبع الماء المستعمل، وفي سؤر مشكوك في طهوريته، طاهر لكن مشكوك في طهوريته، لا يضرب عليها أمثلة هنا في مختصر المتن. وسؤر الأدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر، هذا كله سؤر طاهر. والكلب والخنزير وسباع البهائم نجس لأنها تشرب بلسانها، بخلاف سباع الطير يكون مكروه. والهرة طب، والهرة والدجاجة المخلاة، يعني اللي بتاكل من أوساخ الأرض وما إلى ذلك، وسباع الطير وسواكن البيوت مكروه، يعني سواكن البيوت أظهرها الهرة، وفي عصر كالحياة كمان. والحمار والبغل مشكوك، يعني مشكوك في طهوريته لا في طهارته. توضأ إذا ما عنده غير هذا الماء توضأ به وتيمم إن فقد ماء، وأيا قدم صح، ترتيب مشترط عند الحنفية في تقديم الوضوء أو تقديم التيمم خلافا لزفر، بخلاف نبيذ التمر، يعني إذا كان عنده ماء في 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 نبيذ تمر فهو يتوضأ منه ولا يتيمم، هذا المعتمد، وإن كان رجح في البحر والحاشية إنه مرجوع عن هذه الرواية، وهذه الرواية مرجوحة. نصل إلى باب التيمم. إذا في أي سؤال عن الفقه فالمرجو يضح السؤال الآن. نحن غطينا كثير من الشغلات، يعني غطينا باب الآبار والنجاسة وما إلى ذلك.
سيدي ذكر أنه ما لم يكن حدثا. نعم. قيل لا يجوز قراءة كتب الشيخ ابن العربي بدون تمكن في علم الكلام، هل الأمر كذلك؟ علم الكلام هو الشيخ ابن عربي بيرفضه، وبيذكر أنه بده يكون الواحد عنده ذوق في هذا الكلام، يعني العقل ما بيشتغل كمان. ما مذهب الشيخ ابن العربي رحمه الله فقهي؟ المعتمد القول المعتمد أنه كان مجتهدا ولو مذهب خاص. ما علاقة الشيخ ابن العربي بالشيخ أبي مدين؟ بيقول هو عنه أنه كان يعرفه على بصيرة، لكن هو ما اجتمع به في عالم الدنيا. The relation between سيدنا عبد القادر and سيدنا ابن عربي I haven't studied it and I don't seek it, you know, because سيدنا عبد القادر was in Baghdad and the father of سيدنا ابن العربي كان he was in Spain. The spiritual guidance, I advise, perhaps you have plenty of book, but I advise Rawd al-Rawayihin, written by Imam al-Yafi'i. إذا توضأ شخص بماء وصلى وبعد علم بنجاسة الماء هل عليه الإعادة؟ على قول الإمام أبو حنيفة ما عليه الإعادة، وعلى قول الصاحبين يعيد كما مر معنا هنا في المتن، يعيد من يوم وليلة، شايف كيف؟ إذا كانت الفأرة منتفخة. قلنا أن أحكام الآبار تثبت على خلاف القياس، فهل نقول هذا من باب الاستحسان بالأثر؟ يعني هو بيقول أنه صححوا أحكام الآبار بالأثر لكن مو بالاستحسان، ما ذكروا الاستحسان. وايضا الزائمام نسفي use the word مخلات for the حكم of cats and chickens. Is there left over water? I mean, there left over water? No, المخلّى. I think this is for the chicken only because the chicken does eat the najasat and whatever, you know. And since she it drinks from its منقار. I forgot the word for it, you know. So here they said makruh, but this is not for the cat. It's only for the chicken. Is there any karaha in su'r al-kafir? هل يضر تغير ألفاظ؟ No karaha in su'r al-kafir. Unless he mixed himself with najasa and you did see him, then you consider this. But if you did not see him or observe him, you consider that this is not karaha either. يضر تغير أصاف ماء بلدة بسبب مخالط مصانع قريبة نحو طعم أو ريح كبريت أو غيره. يضر إذا كان متنجسا، وإذا لم يكن متنجسا لا يضر. If the water is not pure to make wudu, why it's okay to do tayammum? Can you just do tayammum without sand instead? I did not understand this question, you know. And when you have any doubt, or when you have it not available, or you have no ability to use the water, then you may use the tayammum. Do not cat eat mice? Yes, the answer is going to be the same as I answered Sheikh Wali, that if you observe it, you know, eating a mice or mouse, then you consider this najas. But if this cat come to you, you don't consider this. Any more questions? سيدي ذكر هنا أن لا ما لم يكن حدثا في النص الكنز، فهذا الذي يخرج من الإنسان ما يكون نجس
إذا لم يكن حدثا مثل الدم. العبارة أنا أظن إنه الماء يجوز التوضؤ به، يجوز إزالة النجاس به. وبول ما يؤكل لحمه نجس، لا ما لم يكن حدثا. نرى الشرح يعني، لأنه أنا ما فهمت هذه العبارة. قبل أسعار مهي ما لم يكن حدثا. لا ما لم يكن أحكام الآباء وبأكل وبولي ما أكل لحم النجس، لا ما لم يكن حدثا. إذا يكون خلف من نجس عطف على بول، أي ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا. وهذا عند أبو يوسف، فالدم الذي لم يسهل لم يسهل كما إذا أخذ بقطنة ولو كان كثيرا في نفسه، والقيء القليل إذا وقع في الماء لا ينجسه. يعني كل شيء ما حكمنا من هذه النجاسات بأنه ناقض للوضوء لا يكون نجسا. ما معنى الأصل في الأشياء الإباحة؟ هذا شيء ليس متفق عليه، وفي المعتمد في الفقه الحنفي الأصل في الأشياء التوقف إلا في بابين: باب النكاح فالأصل فيه التحريم، وباب أكل اللحوم فالأصل فيه التحريم. إذا كنت تعرف أن من تصلي وراءه بشكل عام يمسح على جواربه، تتوقف عن الصلاة وراءه أم إذا لم تره تأخذه على حسن الظن؟ إذا لم تره تأخذه على حسن الظن، أما إذا رأيته وصلى بذلك الوضوء تعيد الصلاة. سيدي سامح لي نفس السؤال، يعني إذا نقطة دم أتت في سطل الماء مثلا هل تنجسه؟ إذا كان ماء قليل تنجسه، أما إذا كان ماء كثير ولم يظهر لا أثر لا تنجسه. بس هو قال سيدي أنه لا ما لم يكن حدثا، يعني هو هذا طاهر معناه إذا لم يصل. هذا هو متن، والتفاصيل نأخذها من الشروح أو من غيرها. لاحظت كيف؟ فنحن بنفرق بين الماء القليل والماء الكثير. في أسئلة أخرى؟